خطوة وزارة الداخلية ستذهب بنا إلى محطة إيجابية لحصر السلاح بيد الدولة، وقد يكون هنالك أسلحة مرخصة موجودة هي في داخل العوائل العراقية لكنها وفق الترخيص الرسمي. في حال نجحت وزارة الداخلية في سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والتنظيم عملية امتلاك الأسلحة الخفيفة التي هي من المفترض أن تكون موجودة لدى المواطن في حماية أملاكه وحماية أرواحه، ستكون هناك تهدئة في الشارع، ستكون حتى هناك معقولية في الحوار بين العراقيين. نتمنى من الحكومة العراقية أن تنجح في مسعى هذا من أجل القضاء على عمليات الاغتيال وكذلك الدقات العشائرية وغيرها من عمليات استخدام السلاح المخالفة للقانون. حياكم الله. للسنوات والسلاح خارج إطار الدولة يتجول هنا وهناك دون رقيب أو حسيب، يثور في كل مكان شجارات كانت أم اغتيالات، عيارات خلفت الضحايا وهوية الجنات بقيت مخفية. فسيخضع السلاح لإرادة الدولة بعد قرار وزارة الداخلية أم أن أيادي الخارجين عن القانون ستبقى ضاغطة على زناد الفنادق؟ أهلا بكم. محور ملفنا الأول قرار وزارة الداخلية بشراء الأسلحة من المواطنين، سنناقشه مع المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد مقداد ميري. حياك الله، رمضان مبارك وكل عام وانت بألف خير. حياكم الله أستاذ فرح، رمضان مبارك، كل عام وأنتم بخير ومشاهدي قناة الأيام بألف خير. حياك الله. إن شاء الله خطوة كبيرة من وزارة الداخلية شراء الأسلحة من المواطنين، ممكن تحدثني عنها؟ طبعا هو يعني موضوع وبرنامج كبير. اليوم وزارة الداخلية أمامها عدة ملفات مهمة، يعني بالتأكيد هو جزء من عمل البرنامج الحكومي المادة 9/21 هو تنظيم عملية السلاح. نعم. لأول مرة ولأول حكومة تقوم بهكذا إجراء هو موضوع تنظيم السلاح. بالتالي هذا البرنامج بدأ على شكل 4 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة تنظيم كانت في العام الماضي، من خلالها شكلوا اللجنة الوطنية الدائمة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة وبرئاسة وزارة الداخلية وعضوية وزارة العدل، مجلس القضاء الأعلى، شبكة الإعلام العراقي، ديوان الوقف الشيعي، ديوان الوقف السني، جهاز مكافحة الإرهاب ومنظومات أخرى ووزارات أخرى، لكن بحكم الاختصاص هي برئاسة وزارة الداخلية. في العام الأول نظمنا 697 مركز وتهيئنا لهذا الموضوع خلال عام كامل. أيضا كل الاستحضارات الخاصة بالتنظيم أكملناها. هذا 2023. هذا 2023. زين. 2024 انتقلنا إلى المرحلة الثانية من البرنامج. المرحلة الثانية تنص على تنظيم السلاح من خلال ترميزه وتسجيله وثم عملية الشراء. بدأنا بعملية التنظيم وبدأ المواطنين يقدمون على موضوع إجازة حيازة السلاح داخل الدار. الآن سلمنا 5 محافظات، بدأنا نسلم إجازة الحيازة. وأطلقنا البيان في عملية الشراء. شكلت لجنة، اللجنة في 1/4 عدت الضوابط، 1/4 سنباشر بعملية شراء السلاح المتوسط والثقيل. عملية الشراء تقتصر على السلاح المتوسط والثقيل. عملية شراء الأسلحة من المواطنين تقتصر على السلاح المتوسط. نعم. والثقيل. المتوسط والثقيل السلاح الساند، أما السلاح الخفيف فهو يعني مسموح بقطعة واحدة لكل رب أسرة في دار مستقلة.
الحصول على حيازته وخصصت مبالغ من قبل الحكومة. أما الأسعار حددت وذهبت إلى المصادقة، لكن لا نستطيع الإعلان عنها لحين مصادقتها من الجهات المعنية وإطلاق المسار. هذه المرحلة الأولى والثانية، الثالثة والرابعة شن هي؟ ننتظر الإجراءات بالتأكيد، يعني في 31/12 تنتهي المرحلة الثانية، هي مرحلة التنظيم. بعدها ستكون هناك مراحل أخرى، منها تعديل في القانون، منها اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي سلاح لم يتم شراءه أو تنظيمه أو تسجيله يعتبر مخالف للقانون، وبالتأكيد ستكون هناك إجراءات في هذا الموضوع، منها حملات تفتيش بقرار قضائي، منها إجراءات أخرى. ننتظر ما تتمخض عن المرحلة. نيجي على حملات التفتيش، قد ما يضبط المواطن وهو ما محيز سلاحه ولا مصدق سلاحه، شنو عقوبته؟ عقوبته وفق القانون، احنا يلقى القبض عليه وفق قانون الأسلحة ويحال إلى القضاء، والقضاء يحدد هذه العقوبة، بالتالي هو سلاح مخالف للقانون، قانون الأسلحة معروف وموجود. أما العقوبة القضاء ينظر بها ويحدد جسامة الفعل في وقته. زين، شلون تعاون المواطنين حول هذه النقطة؟ في بعض الأمر ما نقدر نقول التعاون كان متلكئ، كان متواضع، لكن الآن بدأت عملية الإقبال بعد أن شاهدوا مصداقية في عمل وزارة الداخلية. تنازلنا عن كثير من الإجراءات وعدلنا الكثير من الإجراءات، منحنا إجازات الحياز، الآن التعاون عالي جدا، أصبح الثقة لدى المواطن. أي خطوة نقوم بها بالتأكيد في بدايتها راح يكون هناك تعقيب وتردد، لكن بمرور الوقت تتحول إلى واقع حال وتمضي. الموضوع موضوع مهم، الموضوع يعني يتعلق بشكل كامل بالأمن المجتمعي للبلد، يتعلق بأداء وزارة الداخلية. وزارة الداخلية اليوم وزارة مهمة تمارس واجباتها ونشاطاتها من الحدود إلى أزقة المدن، وترافق الإنسان من ولادته إلى مماته. في كل ملفات وزارة الداخلية حاليا أكو تقدم، وتقدم جيد جدا في العمل. نعتقد هناك أولويات في العمل، منها ملف المخدرات، منها ملف الجريمة المنظمة، منها ملف الجريمة الجنائية، أمن الحدود والسلاح المنفلت. هذا من التحديات، موضوع مهم جدا. نعم، من التحديات الكبيرة التي تقع على عاتق وزارة الداخلية. الوزارة جادة جدا في هذا الموضوع، كل ما يتعلق بعملنا كوزارة داخلية أنهينا كل ما يتعلق بعملنا بحذافير الأمور، بتطبيق القرارات بكل دقة. تعرفين هذا برنامج حكومي، يعني المادة 9/21 هي جزء من البرنامج الحكومي، وهي مادة ملزمة لوزارة الداخلية، وأيضا الأموال التي خصصت هي من الحكومة ليست من وزارة الداخلية. أقدر أسأل إيش قد الأموال اللي خصصت لوزارة الداخلية؟ نعم، الأموال كدفعة أولى مليار لكل محافظة، كدفعة أولى، ومليارة لبغداد، مليار للكرخ، ومليار للرصافة، لكن هذه كدفعة أولى في حال الاحتياج إلى أموال أخرى. بالتأكيد الحكومة ستزود وزارة الداخلية. شلون جرى تقييم الأسعار سيد مختار؟ تقييم الأسعار من خلال لجنة مختصة درست كل ما يتعلق بموضوع السلم المجتمعي، درست أيضا يعني موضوعة الأسعار ومقارنتها، ودرست كل الجوانب الخاصة بهذا الموضوع، وبالتالي حددت أسعار لهذا الغرض، أسعار جيدة وأسعار مناسبة، ولكن لا نستطيع أن نعلن ما هي الأسعار لحين المصادقة عليها حتى تعتبر سارية المصادقة. أكو بعض المحافظات العراقية بها سلاح منفلت بشكل خطير، هذه المحافظات تعاونت ويا وزارة الداخلية بتسليم هذه الأسلحة؟ شوف، حاليا التعاون في عموم المحافظات، وجميع المحافظات أكو تقدم وأكو تعاون. نشاهد المواطن العراقي ميال بشكل كبير إلى القانون، ومن خلال مجسات، يعني يوم أمس طبقنا المرور الذكي، في بادئ الأمر كان هناك بعض الاعتراضات، لكن الآن نشوف تعاون عالي جدا، والدليل اليوم انخفضت حتى الغرامات اللي موجودة، عفوا المخالفات في التقاطعات انخفضت بشكل كبير بحكم الانسجام مع التعاون ومع قرارات وزارة الداخلية. في موضوع السلاح هناك تعاون جيد، نعمل بشقين، الشق التنفيذي والشق الآخر هو شق التوعية. لدينا مديريات مختصة بالتوعية، المديرية العامة لشؤون العشائر اليوم نسقت مع عموم العشائر العراقية، عقدت ندوات، شاهدنا استجابة كبيرة عند الكثير جدا من العشائر حول حصر السلاح وتنظيمه. تعرفين السلب المجتمعي بشكل كامل ينعكس على جميع الأسر، على جميع العوائل، على جميع المحافظات، فأغلب الناس ميالة إلى السلم والهدوء والانتظام. وأيضا الخطوة عززت من موضوع الأمن، شاهدنا انخفاض في مفاصل كثيرة من الجرائم بحكم الإجراءات اللي تقوم بها وزارة الداخلية، سواء بالجريمة المنظمة، سواء بالجريمة الجنائية، وأيضا في موضوعة حصر السلاح وتنظيمه بيد الدولة بدأت تتراجع. الدقة العشائرية تراجعت بشكل كبير جدا، انتهت في مناطق، انتهت في بغداد، انتهت في المناطق الغربية بشكل كامل، وفي بغداد تراجعت بنسبة عالية جدا، في الفرات الأوسط شبه منعدمة،
في الجنوب انحدت إلى شكل كبير. أيضا القضاء لعب دور جدا رائع في مفصلين. المفصل الأول بالتعامل مع موضوعة المخدرات، يعني كان للقضاء دور جدا رائع في هذا الموضوع، شدد من إجراءاته ودعم وعزز إجراءات وزارة الداخلية. وفي موضوع السلاح، موضوع السلاح يعني مثلا الدقة العشائرية جزء من فوضى السلاح. اليوم مجلس القضاء الأعلى تعامل مع هذا الملف معاملة رائعة من خلال يعني التحقيق مع المتهمين في هذا الجانب وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب 1 أو 2، وصدرت أحكام في ذي قار. صدر حكم، أعتقد آخر حكم كان على 5 أشخاص بالسجن المؤبد بموضوعة الدقة العشائرية. يوم أمس الأول ألقي القبض على شخص في بغداد مارس الدقة العشائرية قبل 7 أشهر، ألقي القبض عليه في جانب الرصافة وأحيل على مادة الإرهاب. هذا الموضوع عزز بشكل كبير إجراءات وزارة الداخلية. أيضا هناك ثقة، اليوم إحنا كل أسلحة الدولة ذاهبين نحو ترميزها. أول من رمى سلاحه وأعطى أرقامه هي وزارة الداخلية والقوات الأمنية. كل السلاح سيكون منظم مرمز معروف بأرقامه بوضعه، وذاهبين أيضا باتجاه منح رخص للمواطنين، وأعطينا في 5 محافظات والإجراءات بدأت تتسارع في هذا الجانب. أيضا موضوعات أخرى تتعلق بالسلم المجتمعي، منها يعني حظر الألعاب اللي يتحرض على العنف. اليوم فاتحنا وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، هذا جزء من عمل اللجنة. يعني كل الرخص التي كانت ممنوحة لمحال بيع السلاح الآن ولا يوجد محل واحد في العراق وزارة الداخلية تعطي رخصة لبيع السلاح. أغلقنا كل المحال وألغينا كل الرخص القديمة. زين، العوائل العراقية ممكن بعض العوائل تملك أكثر من سلاح، ممكن تطلع للحكومة سلاح واحد ترمزه، هي محتفظة ب2 و3. نعم. جراءات وزارة الداخلية أو ممكن حتى بحملات الدهم والتفتيش ممكن يحتفظون بهذا السلاح. لا لا، هو شوفي كل ما يدور في ذهنك وذهن أي مواطن أو مشاهد هو محسوب حساب دقيق. زين. اليوم هذا الموضوع حسبناه حساب دقيق. لو أعطانا رخصة إحنا ما انتهينا بالكلام، أكو عندنا أجهزة للكشف، أكو عندنا وسائل أخرى، عندنا كيناين خاص بالأسلحة، عندنا أجهزة لكشف الأسلحة حتى وإن كانت مدفونة. يعني في ذي قار في العملية الأخيرة اللي حصلت استخدمنا أجهزة، يعني ضبطنا كثير من الأسلحة كانت مخفاة بحكم وجود أجهزة تدقق على المكان حتى وإن كان مدفون، ويحدد حتى الفترة الزمنية اللي دفن فيها هذا السلاح في هذا المكان. أكو أجهزة وأكو إجراءات نستطيع من خلالها الوصول إلى السلاح. حيا الله جهودكم إن شاء الله. زين، أغرب حالة لحصر السلاح وعثرتوا عليها كوزارة الداخلية شنو كانت؟ يعني كثير من الحالات، بس أتذكر حالة في إحدى المحافظات، رجل كبير في السن يعني تم ضبط سلاحه في يعني في حملة من الحملات. نعم. الرجل كان يعشق سلاحه هذا أكثر حتى من نفسه. زين. يعني بندقية قديمة هي برنا ومحتفظ بها 40 سنة، قال شنو الإجراء اللي تردونه أخذوه بس اعطوني هاي البندقية، هذه أعز من أي شيء عندي. تسبيه كثيرة. يعني مو يعني إلى درجة يعني لا توصف. زين، وبالتالي أخذتوها منه؟ وبالتالي وفق إجراءات معينة، يعني هو سلاح خفيف، سوينا رفض عملية تنظيمه وأعدنا السلاح. البعض يشكي سيد مقداد، يقول الإجراءات كل الصعبة إجراءات حياس السلاح معقدة وروتينية، ويشكي منها المواطن. لا، هذا رأيي. شوف، هو يعني مثلا شنو الصعوبة بالإجراءات؟ المواطن يمنح إجازة وهو في الدار، اللجان تفحص السلاح داخل الدار، كانت هناك حتى في الإجراءات المفروض أكو رسوم لوزارة الداخلية، تنازلت وزارة الداخلية عن الرسوم. شو كانت الرسوم؟ يعني هو رسم ما أعرف هسه بالتحديد، بس هو من حق وزارة الداخلية أن تجبي رسم بهذا الموضوع. كوزارة تنازلنا عن حقنا في هذا الموضوع. زين. المواطن ما يراجع، استمارة يمليها ويحصل حتى على الرخصة إلكترونيا، وفحص السلاح يكون داخل الدار، تذهب اللجان إلى الدار وتفحص السلاح. أكو تسهيلات كثيرة، ما أعرف التعقيد يعني وين بالإجراءات. زين، من هي الفئات المشمولة اللي تقدر تحمل السلاح وياها بشكل شخصي؟ المادة 11 من قانون الأسلحة 5 فئات، هاي حق لها الحيازة والحمل، اللي هم مثلا الصحفيين، رجال الأعمال، يعني جوزت 5 فئات أو 4 أتذكر منهم الصحفيين، رجال الأعمال، المستثمرين، أيضا الشخصيات العامة، ذولا يحق لهم حمل وحيازة السلاح. لكن ما موجود للمواطن هو الحيازة، حتى يكون واضح أيضا من خلال برنامجك الكريم، الإجازة هي حيازة فقط. يعني السلاح لو خرج خارج إطار باب المنزل سيعتبر سلاحا مخالفا للقانون، ليس حمل. يعني حيازة، هو عنده حيازة بس ما يقدر يحملها بالأماكن أبدا، بس يخرج السلاح خارج الدار تجرد من شرعيته وأصبح سلاح خارج على القانون، هو لغرض الحماية الشخصية داخل الدار فقط. هذه المعلومات جميلة، لكن هل سوقت للمتلقي؟
اليوم أنا أتناقش ويا حضرتك بهذه المعلومات، اليوم إعلام وزارة الداخلية قام بهذا الجهد؟ بالتأكيد، يعني إحنا سوقنا بحملات كثيرة جدا من خلال وسائل الإعلام المسموعة المقروءة المرئية الإلكترونية، المنتديات العشائرية، من خلال الشرطة المجتمعية، من خلال أصدقاء الداخلية، من خلال البرامج، من خلال كل وسائل إعلامنا الموجودة في وزارة الداخلية، دا نسوق بشكل مستمر. نعم. ونوضح بشكل مستمر هذا الموضوع. زين، أكو تعاون وتوعية من قبل المواطنين؟ يعني يسألوكم بعض الأسئلة اللي تردكم على كثير. الوزارة أو على الإذاعة يتحدثون يا بإحنا شو نسوي، شنو هذه، أكو شكاوى، أكو هذه الأمور كليتها كثير. الأمور ماشية بانسيابية؟ لا لا لا، كثير من المواطنين يعني جادين ويستفسر وإحنا نجاوبه ويسأل، وكثير من الاستفسارات بشكل يومي على هذا الموضوع، ودائما ما نجاوب الاستفسارات هناك من فهم الموضوع وهناك من يحتاج إلى إيضاح، دائما نوضح هذه الأشياء. المشكلة الأكبر في بغداد ولا بقية المحافظات؟ يعني هي وشوف، مو المشكلة الأكبر في بغداد، المشكلة أو مو مشكلة نقدر نقول الكثافة السكانية، يعني اليوم بغداد 11 مليون و700 تقريبا، فبالتالي العدد يفرض كبير. عليك ضغط. أيضا المناطق الحدودية، الأطراف، المحافظات اللي ذات طابع عشائري تقريبا مو بها مشكلة، وإنما تحتاج إلى جدية وتوعية أكثر. يعني المفروض وزارة الداخلية تتحدث مع العشائر العراقية ورؤسائهم حتى يوعون عشيرتهم وقبيلتهم، هل اتطرقتم لهذه النقطة؟ هذا مستمر، يعني برنامج المديرية العامة لشؤون العشائر هي مفرغة للعمل مع العشائر. نعم. حتى أكون واضح، العشائر العراقية، العراق بلد عشائري، وتعاون العشائر عالي جدا، يعني الكثير من المشايخ صحيح. العشرات هم متعاونين مع السلم، متعاونين مع الدولة، متعاونين في نبذ الجريمة، متعاونين في محاربة المخدرات، متعاونين في جميع الجوانب. كثير من العشائر رحبوا بالفكرة، أصلا التقينا بأمراء عشائر كبار قالوا إحنا مع كل خطواتكم، وإحنا نريد هذا السلاح نتخلص منه اللي هو المتوسط والثقيل، واحنا نريد نعيش بسلام، واحنا مع السلم، واحنا مع، يعني اجراءاتهم نعم. جيده وتعاونهم جيد. سيد بغداد، بصراحه عند استلامكم للاسلحه المتوسطه والثقيله تفاجات واكو اسلحه ثقيله توازي اسلحه الدوله؟ لا، شوفي، حتى اكون واضح ودقيق، لا سلاح يعلو على سلاح الدوله، ولا صوت يعلو على صوت القانون، ولا قوه تعلو على قوه الدوله. الدوله امكانيات ودوله سلاحها كبير، لكن وجود هكذا نوع من الاسلحه في متناول المواطنين هذا شيء خطير وغير جائز قانونا. هذه الأسلحة لظروف معينة ولوضع معين، الكل يعرف كيف تسربت وكيف وصلت، لكن هي مو لحماية شخصية. اليوم أنت من تجني البيكيسي أو الهاون أو أي سلاح، يعني الأحادية، ما بيفت جنبه يستفاد منها المواطن، هذا سلاح ساند لقطعات قتالية، يعني سلاح يستفاد منه في العمليات العسكرية. صحيح. يبقى بيد المواطن، هذا خطورة وغير صحيح وغير جائز إطلاقا، وسبب مشاكل كثيرة. وصلت هذه الأسلحة بحكم يعني حل الجيش العراقي السابق، أحداث 2014 وانشغال دخول القطاعات الأمنية في قتال داعش، والمعارك مو فراغ أصبح، وإنما اتجهت القطاعات الأمنية إلى مهمات أكبر لقتال، ظهرت عندنا ما دق العشائرية وبعض الحالات السلبية، لكن بعد أن انتهت الدولة من قتال داعش وعادت القطاعات الأمنية إلى واجباتها الطبيعية صار لزاما أن يتم السيطرة. لكن المواطن هم يشكل، يقول لك الجهد الرقابي ما كان موجود، وزارة الداخلية العراقية في هذه الحكومة تشتغل بشكل المواطن راضي عن أدائها، وأنا استطلعت أكثر من رأي، وزارة الداخلية في هذه الحكومة لها دور كبير في إيقاف الجريمة، الدقة العشائرية، لأنها تراقب وتتابع باستمرار. لا، شوفي، هو إحنا ما نطعن أبدا بعمل وأداء وزارة الداخلية سابقا ولا أي وزارة أمنية. أنا تحدثتك عن رأي الشارع. نعم، لكل مرحلة ظروفها الخاصة ووضعها الخاص، لكن وزارة الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، يعني الرجل مو لأنه أنا ناطق باسم وزارة الداخلية ولا لأنه قادة الوزارة، بس دا يعملون بشكل، يعني أنا واحد من الناس، أبسط، قد يكون أبسط من آخرين، نشتغل احنا من الساعة 8 إلى الساعة 2 بالليل يوميا. هاي يوميا؟ اي والله، بشكل يومي. يعني ما عندكم إجازات؟ أبدا، يعني يوم واحد بالزايد، ومرات حتى اليوم ما موجود. الله يعني يعينكم. بشكل يومي، وبشكل، من أقول بشكل يومي معناها الوزير بشكل يومي متواجد، ووضع ملفات ووضع زين. خطة عمل ويستمع، وهناك كثير من السادة المستشارين الضباط القدامى، هناك أداء للسادة الوكلاء، هناك أداء للمدراء العامين. احنا في سباق، يعني في سباق للمحافظة على النجاح الموجود في وزارة الداخلية، تقدم في كثير من الملفات. يعني هناك كانت ملفات
يعني شائكة وصعبة وتحديات. مثل شنو؟ مثلا ملف المخدرات كان ملف خطير جدا ووصل إلى مراحل صعبة، لكن الحمد لله رب العالمين عام 2023 كان عام استثنائي جدا، والآن الأمور تحت السيطرة، انخفضت جريمة المخدرات، كانت عمليات الضبط عالية جدا، وعززنا خلال هذا العام حتى نحافظ على النجاح. أكو تقدم في جميع مفاصل وزارة الداخلية في جميع العمل، مع العلم التحديات الواقع على وزارة الداخلية من أصعب وأكبر التحديات. الله يعني. اليوم نتكلم عن وزارة يعني تعدادها 600. شنو هي أبرز التحديات؟ هسه أنت قلت لي ملف المخدرات هذا ملف شائك جدا. نعم. الملفات الأخرى مثل الملفات الأخرى واجبات وزارة الداخلية تبدأ من الحدود، من الخط الصفري. صحيح. تنتهي في أزقة المدن، تصل حتى إلى موضوع الجرائم العائلية، ترافق الإنسان من الخدمات اللي تقدمها إلى من يوم ولادته إلى لا سامح الله إلى وفاته. هناك خدمات، هناك توعية، هناك عمل تنفيذي، هناك ملاحقة للجريمة، هناك ملفات صعبة. مثلا كانت الجريمة المنظمة يقاس أمن البلدان على مدى الجريمة المنظمة. بالتأكيد. كان عندنا يعني قبل تشكيل هذه الوزارة عندنا 8020 نشاط في مجال الجريمة المنظمة. العام فقط في مجال الجريمة المنظمة سجلنا 16559 نشاط، يعني ضعف في أداء النشاط. في مجال المخدرات العام تم إلقاء القبض يعني في عام 2023 على 19135 متهم، ضبطنا 4 طن من المخدرات، 15 طن من المؤثرات العقلية. شو دخلت 15 طن سيد مختار؟ دخلت بظروف، ويعني أما من خلال التهريب، أما من خلال قنوات أخرى، من خلال توسع، لكن يعني تم السيطرة عليها بحكم نقل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، يعني نقلة نوعية جيدة، لذلك كانت النتائج رائعة جدا. زين سيادة العميد، استثمر وياك هذا الوقت، المواطن يسأل 1/4 لازم البطاقة الموحدة وكل الهويات ستسقط لو بيها مجال؟ لا، هو اكو عدم وضوح بهذا الموضوع. ووضحنا كثير، هو أسئلة تردني حول هذا. وضحنا كثير بهذا الموضوع، بس المواطن يعني ما اعرف متى توصل للفكرة. زين، 1/4 نتوقف عن التعامل بالمستمسكات الورقية، لكن العمل بالبطاقة الوطنية مستمر. يعني 1/4 هو آخر موعد للتعامل في دوائر وزارة الداخلية ودوائر الدولة بالمستمسكات الورقية القديمة، يعني الشهادة الجنسية والهوية وبطاقة السكن. حاليا بعد 1/4 ما تعمل. زين، بس من حق المواطن بعد 1/4 يروح يكمل يستلم بطاقة وطنية، البطاقة الوطنية لن تتوقف. زين، من يروح للبطاقة الوطنية حتى يستلم غير يمطي معاملات الورقية حتى تثبت تأكد كلامه؟ إيه، هو أساسا من راح يجيب المعاملات الورقية؟ حتى بعد 1/4 راح نستلمها منه. ها، ممكن استلامها. إيه، المواطن من هاي بتخوف استلامها لغرض منح بطاقة وطنية. زي، لكن يروح إلى دائرة أخرى مو لغرض استلام بطاقة وطنية. ما تمشي معاملته. زين، تمشي فقط في حالة واحدة، يجي يقدم على بطاقة وطنية نأخذها من عنده ونسلمها. شنو دعوتك للمواطنين اللي صارعتهم هذا اللبس؟ والله شوفي، حتى هم يكون واضح موضوع البطاقة الوطنية، اليوم احنا تجاوزنا 36 مليون بطاقة، يعني تقريبا أكثر يعني من 80% إلى 85% من الشعب العراقي حصل على البطاقة الوطنية. ما تبقى قسم خارج العراق وقسم بسبب الإهمال أو التأخير. أي، فهذا معالج يعني باستمرار الوقت. الآن وضعها صار منظم أكثر، يعني في شهر الأول والثاني كان أكو ضغط أكبر من الضغط الموجود الآن. العملية بدأت تسير بانسيابية والعملية مستمرة. بالنهاية خلال نهاية هذا العام نصل إلى رقم عالي جدا في موضوع البطاقة الوطنية. زين، اللي أعمارهم أقل من 12 سنة شلون تتعامل؟ كله يمنح بطاقة وطنية أقل من 12 سنة، أكثر من 12 سنة لن نتعامل بالمستمسكات الورقية السابقة، سيمنح الجميع بطاقة وطنية. زين، أكبر تحديات الآن تواجه وزارة الداخلية هسه الآن في هذه الفترة، وزارة الداخلية حسب لها مكافحة المخدرات، إيقاف الدقات العشائرية، فرض القانون وهيبة القانون على المحافظات العراقية، لكن لابد أكو ضغط أو تحدي من نوع معين تواجه وزارة الداخلية. شوف، التحديات اللي ذكرتها هي نفسها الملفات، اللي هو ملف المخدرات، أمن الحدود، الجريمة المنظمة، الجريمة الجنائية، الدقات العشائرية، السلاح المنفلت، تتفاوت بارتفاع وانخفاض، التحديات نفسها ثابتة، لكن أكو تقدم في عمل الوزارة، تراجعت انخفضت الجرائم الخاصة بهذه الجوانب وتتفاوت. يعني اليوم احنا مثلا قدمنا بشكل كبير في مجال المخدرات، لكن هناك قد يكون أبطأ مثلا في على سبيل المثال في مجال الجريمة المنظمة اللي هي عابرة للحدود وغيرها، لكن كتحدي يعني مميز بشكل عام لا، غير موجود.
البعض يسأل يقول لك الإشارات الذكية وضعت حتى الجهات المالية تأخذ فلوس. طبعاً أنا ضد هذا المبدأ، أنا أقول لك رأي الشارع العراقي بأمانة وبصراحة. صح صح. لأن أنا مع النظام. شنو تعليق حضرتك؟ أبداً مو صحيح. أعطيك مثال، الإشارات الذكية قبل ما نطبقها كان رقم الغرامات أو المخالفات عالي، كان عالي جداً. زين. بعد أن طبقنا الإشارات الذكية لاحظنا خلال التطبيق هاي بالأيام القليلة المخالفات تراجعت بشكل كبير. اليوم أو الأمس طبعاً أنا كنت في تقاطع زيونة، يعني كان المنظر يسعد الإنسان، هناك انسيابية بالحركة، هناك توقف صحيح، ازدحامات قلت، كل من يندل طريقة أظن أكو عدالة بهذا الموضوع. اليوم الكاميرات الذكية أو الإلكترونية متميز، هذا الرتل تابع لدوائر الدولة، هذا الرتل تابع لهذه الجهة، هذه العجلة يتعامل مع الجميع بسواسية، فبالتالي أني وغيري وأي شخص أو أي مسؤول. ليش الغرامات هالقد غالية سيادة؟ أبداً الغرامات نفسها ترى، يعني الكثير يقول الغرامات الإلكترونية، لا أبداً ما تختلف، نفس الغرامات. جزء أخطاء المواطن، أخطاء السائق هو عايف يشوف. لا لا غرامات. نفس الغرامات المطبقة ورقياً تطبق إلكترونياً، الفرق تجي إلكترونياً ذيك ورقياً. الميزة في هذا الموضوع لا تخضع لمزاج الضابط، لا يمكن التلاعب بها لأن هو جهاز إلكتروني، بإمكان أي مواطن يجي يسحب الغرامة مالته ويشوفها ويشوف خطأه اللي صار. هسه قد يكون سابقا يقول الضابط مثلا يعني استفزني غرامة الضابط غير صحيح، هذا جهاز إلكتروني. صحيح. زين، أول يوم حصلت وزارة الداخلية أو الجهات المعنية على مليار، ثاني يوم ثالث يوم أبدا نفس القيمة لو صارت أقل. أبدا مو دقيق، على العكس، أول يوم وثاني يوم وثالث يوم وإلى هذا اليوم الجباية من الغرامات كانت أقل من السابق. شكرا جزيلا للمتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد مقداد ميري، حياك الله، وشكرا جزيلا على كل الإيضاحات. رمضان مبارك، نسأل الله لك التوفيق والعافية إن شاء الله. شكرا ست فرح. شكرا جزيلا. الآن نفتح وياكم الملف الثاني بتقرير الزميل شيبان سامي حول قروض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ودورها في احتواء أزمة البطالة. في الوقت الذي يعاني فيه الجسد الوظيفي الحكومي من استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدعم من رئاسة الوزراء تواصل مبادرتها تشغيل القطاع الخاص ومنح القروض أمام الشباب لإدخالهم إلى سوق العمل. والله هاي المبادرة حلوة، أولاً تقضي على البطالة، والشباب فتح المشروع اللي هو اللي انتقنا، مثلاً واحد حداد واحد حلاق وهذه، بس ما عنده إمكانية، فهذا هاي المبلغ اللي يجي يقدر يفتح المشروع به. مبادرة حلوة وزينة تدعم قطاع الشباب، واحد يقدر يكون نفسه مستقبلا ويسدد الدول على راحته. إطلاق مبادرة الريادة التي تهدف إلى نشر الوعي بريادة الأعمال واستيعاب الطاقة الشبابية العاطلين عن العمل وتطوير أفكارهم وتحويلها إلى أعمال مستدامة، إضافة تقليل نسبة الفقر والبطالة التي تعصف في البلاد. أنا خاصة راح تعيننا هواي. زين، وتعين غير شباب هواي. والله احنا عندنا يعني نسبة البطالة عالية، واحنا كشباب يعني نحتاج هيك مبادرات حتى نفتح المشاريع، يعني حلوة هيك مبادرات نحتاجها. اطلاق القروض ياتي ضمن المنهاج الحكومي لدعم شريحة الشباب الباحثين عن العمل من اجل ايجاد فرص عمل لهم والقضاء على البطالة. من بغداد شيبان سامي، الايام الفضائية. محور ملفنا الثاني حول موضوع صندوق دعم المشاريع الصغيرة، وهنا سنستضيف الأستاذ حسن عبد الجليل. حياك الله. حياك الله. رمضان مبارك وكل عام وانت بألف خير. أهلا عليكم، تقبل الطاعات إن شاء الله. نرحب بحضرتك وقناتكم الكريمة ومشاهديكم الأعزاء. يعني حياك الله. أهلا وسهلا. بداية نتحدث شنو شروط وإجراءات قروض المشاريع الصغيرة. نعم، يوجد في وزارة العمل برنامج اسمه برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، الذي أسس بموجب قانون رقم 12 لعام 2012. هذا البرنامج يهدف إلى منح قروض إلى الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني، وهذه القروض ميسرة وتمنح للباحثين المسجلين في قاعدة البيانات. الشروط
بصورة بسيطة هي أنه يكون مسجل، ثانياً عمره من 18 إلى 55 سنة، ليس لديه راتب، ليس لديه راتب إعانة شبكة حماية. هاي الشروط اللي مطلوبة من المواطن لغرض الشمول بالقرض. نعم. شكد الفلوس اللي صرفت من عام 2003 حتى هذه اللحظة على المشاريع والقروض الصغيرة؟ نعم، احنا مثل ما تحدثت لحضرتك الصندوق أسس عام 2012، أول منح كان عندنا في عام 2013. تأسس الصندوق برأس مال 267 مليار دينار عراقي، وزعت على المحافظات كافة استنادا إلى النسب السكانية لكل محافظة، وانتهى التخصيص في عام 2018، وبدأنا عملية المنح من المبالغ المستردة لكل محافظة. إذن كل محافظة حصلت على حصتها من رأس المال، وبدأ المنح الجديد استنادا إلى مبالغ الاسترداد لكل محافظة. المحافظات كلها متساوية عندما أعطيتهم القرض؟ مثل ما تحدثت حضرتك وزعت استنادا إلى النسب السكانية. إذن كل محافظة حسب النسبة السكانية. ومن 2012 لحد اليوم تغيرت هذه النسب السكانية. شنو قاعدة البيانات الدقيقة عندكم؟ أنا جايش بالحديث. في عام 23 وضمن الموازنة العامة تم تعزيز رأس مال الصندوق بمبلغ 400 مليار لخطة عام 2023، و 375 مليار لعام 24، و 375 مليار لعام 2025. إذن أصبح رأس مال الصندوق تريليون و 200 مليار دينار عراقي. في هذه المرة تم إعادة التوزيع بطريقة ثانية، تم اعتماد أيضا النسب السكانية، وكذلك اعتماد نسب الفقر لكل محافظة ونسب الباحثين المسجلين في قاعدة بيانات. إذن تم إعادة التوزيع استنادا لهذه الفقرات. نعم. إذا الفلوس خير من الله دا تيجي للصندوق. نعم. والإجراءات سهلة وبسيطة. نعم. وشروط ماكو شروط هاي المعقدة اللي تمنع المواطن. لعل ليش نسبة البطالة عالية؟ والله يعني إحنا من خلال تجاربنا في منح الأقراض، إحنا شروطنا مبسطة مثل ما تفضلتي حضرتك، وبإمكان المواطن بكل سهولة الحصول على هذا القرض وإقامة مشروعه. بالمناسبة كان مبلغ القرض في السابق لا يتجاوز 20 مليون دينار عراقي، حاليا مبلغ القرض تعدل وأصبح بثلاث فئات، 20 مليون دينار و30 مليون و50 مليون، استنادا إلى دراسة الجدوى الاقتصادية اللي يقدمها المواطن بالتعاون مع لجان دراسة الجدوى الاقتصادية. إضافة إلى ذلك يتم تأهيل المواطن قبل منحه القرض وإدخاله دورة كيفية بدء مشروعه وكيفية إدارة المشروع، دورة بسيطة يجتازها المواطن، بعد ذلك يتم المنح. إيش قد لازم ينطي؟ هسه نفترض المواطن أخذ 20 مليون، إيش قد لازم ينطي بالشهر؟ تسديدنا ليس شهري، تسديدنا سنوي وبدون فوائد، وقيمة القسط السنوي هو حاصل قسمة القرض على خمسة، إذن يسدد القرض بأقساط متساوية لمدة خمس سنوات، تسديدنا سنوي. إذا كان قرض 20 مليون فإنه قيمة القسط السنوي إلى 4 ملايين دينار في السنة. زين، ما جاوبتني حضرتك ليش نسبة البطالة عالية؟ المشكلة بالتخصيصات، مشكلة لا اليوم لا. بالمواطن العراقي وين المشكلة بين الطرفين؟ تمام. هذا البرنامج الجديد استهدف فئة أخرى من فئات وزارة العمل، وهم مستفيدية عانة شبكة الحماية الاجتماعية، وتم تخصيص 25% من كل وجبة أقراض تطلق لهذه الفئة. بالمناسبة يوم أمس تم أطلاق الوجبة 41 من البرنامج. بعض مواطنين لا يرغب بالقرض. لماذا لا يرغب بالقرض؟ يرغب بالإعانة. الإعانة حاليا بها بعض المميزات اللي تخلي المواطن ما يلجأ إلى القرض. القرض يعتبره فشيء يجب أن يسدد، أما الراتب يعتبره قليل منقوص. فهذه الفكرة اللي موجودة، بس إن شاء الله من خلال هذه الفكرة هم مبنية. نعم. على عوامل. خلنا نتحدث بصراحة. اليوم إذا واحد عنده مشروع. نعم. اليوم حضرتك شفت مطرت شوارع بغداد غرقت. تمام. هذا ما يقدر يفتح على باب الله، خسر يوم. تمام. ممكن باكر، ممكن عقبه، فما يريد يلتزم بهذا القرض، يقول لك أنا ما أقدر أطلع الفلوس حتى أسدد القرض. هل هذا مبرر أنه أنا بدل ما أكون محتاج إلى إعانة أنا أكون صاحب عمل ويكون عندي عمال وأشغلهم وأشملهم بالضمان الاجتماعي؟ هذا ليس مبرر، لأنه هاي الحالات اللي تصير بغداد مطر، يعني صارت فيضانات أو ارتفعت درجات الحرارة، أو هاي معرضة إلها كل المجتمعات وكل الناس. إذن هذا ليس مبرر.
عندنا هسه تجارب ناجحه من شباب، ستقوم الوزاره باعلان هذه التجارب من خلال مواقعنا الرسميه ومن خلال لقاءات تلفزيونيه مع هؤلاء المواطنين، يحفزوا من يرغب بالشمول بالقرض، ولا يوجد قرض يمنح من اي جهه بدون فوائد. هذا القرض وحيد بدون فوائد، ومعفي من الضرائب خلال فتره القرض مده 5 سنوات. اكثر من هاي المميزات اعتقد لا يوجد مثل هذا. بس حضرتك شوقتنا، قلت اكو نماذج ناجحه. نعم. وتقدر تحدثني عن نموذج بدا من هذا القرض الصغير وصار له مشروع، صار له اسم، حتى نوعي به المواطنين يابا القرض ما يخوف، بامكانك تبني مستقبلك بهذه الصوره. والله الصحيحة. لدينا العديد من قصص النجاح، احنا ما نريد نعلن عن اسمائهم لانه صاروا معروفين حتى على مستوى السوشيال ميديا. بعض المشاريع الناجحه البعض تلكئ، نعم لم يتمكن من اداره مشروعه، لم يفكر بالطريقه الصحيحه، لذلك لجأت الوزاره الى تأهيل المواطن قبل منح القرض. زين، أنا اسالك هسه عدد القروض الممنوحه للمواطنين. نعم. من عام 2012 لحد هسه البعض يشكل عليها، يقول لك هذه الفلوس كان بامكاننا نبني بها مصانع افضل مما توزع على اشخاص ممكن ينجحون وممكن يفشلون. نعم، أنا أختلف ويا حضرتك بهذا الموضوع، لأنه المشاريع الصغيرة تعتبر حاليا هي أساس بعض الدول، تعمل بواسطة هذه المشاريع، هذه المشاريع بتتطور، هذه المشاريع هي فرصة العمل اللي المتاحة حاليا لجميع الفئات، هذه الفرصة العمل بتتطور يعني بيصير عليها تحديث نتيجة التقدم الإلكتروني والتسويق الإلكتروني. إذا هذا الموضوع ليس بالموضوع الصعب، احنا مثل ما تحدثت لحضرتك قبل كان مبلغنا محدود، حاليا مبالغنا جيدة، مبلغ ال 50 مليون او 30 او 20 هو مبلغ جيد بإمكان المواطن بدء مشروع صغير والنهوض به. وإذا تحبون حضراتكم فديوم تزورونا ناخذكم الى مشاريعنا القائمة وتصوروها وتغطوها بنفسكم. هذه دعوة للأخوة الموجودين في القناة لتغطية هذا الموضوع ونقل صورة إيجابية للمتخوفين من القرض وضغوطات القرض. لكن هم راح أرجع ذات السؤال، هسه لما حضرتكم تتقدمون هذه الإجراءات السهلة، اليوم نسبة البطالة مخيفة. نعم. نسبة العمالة الأجنبية في العراق مخيفة. تمام. إيه هذا السبب؟ من هو سبب حضرتكم؟ لو المواطن اليوم يخاف ما يريد يشتغل، لأنه هذا السؤال يجيني ومدى القاله جواب شافي أو قاطع. يعني هو هذا الموضوع يعني حقيقة هو شائك، إحنا ما نريد نتبادل من هو المقصر في هذا الموضوع. الدولة بإمكانياتها تتيح الفرص للشباب. بعض إحنا من قبل كان عندنا فد تسمية للشباب الباحثين عن عمل، يعني عندنا فد تسمية إحنا نسميها نقول وهو الباحث عن فرصة عمل في القطاع الحكومي. إحنا معظم شبابنا يبحث عن فرصة العمل في القطاع الحكومي وليس القطاع الخاص. لماذا؟ يبحث يستقتل عليها أستاذ تمام حسن. تمام. يريد لوظيفة بالحكومة وخلاص. بالضبط، ما حد يحب، يعني الظاهر شبابنا ما يحب أنه يكون صاحب تجربة، خوفا من مثل ما تحدثت قبل قليل، توجد العديد من المعرقلات التي أدت إلى فشل بعض المشاريع، منافسة المنتج المستورد إلى آخره. بس رغم ذلك وجود مشاريع ناجحة. هي هم أكو مشكلة. هسه إذا كان المواطن العراقي يريد يفتح له دكان. نعم. أو فد مشروع صغير يبدي به، هسه ما شاء الله المولات والمدن والقرى السياحية وغيرها. تمام. هذه مو عدمة الفقر الطبقة المتوسطة والفقيرة. يعني اليوم مشاريع ترى بالمليارات. تمام. هذا من يريد يفتح مشروع راح يقول لك انا شلون انافس هذا المشروع اليوم. هذا يعتمد على تفكير الراغب في هذا الموضوع او اللي ما يرغب لهذا السبب، ينطي نفسه اسباب. احنا مثل ما قلنا حضراتكم تشوفون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نلاحظ بعض المشاريع رغم بساطتها ناجحه ووصلت الى مراحل جيده. اذا اللي نحتاجه احنا نكون أصحاب قرار، نكون لدينا الرغبة الحقيقية في العمل، وهذا هو السبب الأساسي اللي حيخلي المشاريع تنجح. أكو مثل عندنا بالعراق يقول لك البطانة أغلى من الوجه، يقول لك أنا يفتح لي مشروع وحاسب عليه من قبل الكهرباء، هسه مولد ووطني. تمام. وهذول المجاري والمي والفواتير والرقابة، وبالتالي كل شيء ما أفتهم من قوت يومي، يعني يوميتي كلها أنطيها لهذه الجهات. شو استفيد؟ تمام. زين، هم المواطن يسأل اليوم شلون ممكن نقلل من مخاوف المواطن حول هذه النقاط؟
والله ست مثل ما تحدثت لحضرتك قبل قليل، احنا قدر تعلق الامر بهذا الموضوع، يعني قلنا انه هذا المشروع الذي يمول من صندوق دعم المشاريع الصغيره واستنادا للقانون معفي حتى من ضريبه الدخل، ولا يوجد مشاريع معفيه من ضريبه الدخل باستثناء الممول من هذا الصندوق. قرضنا ميسر باقساط بسيطه لمدة 5 سنوات وبدون فوائد، هذا هي أكبر الميزات التي تمكنت وزارة العمل والمتمثلة بدائرة العمل والتدريب المهني بتخصيص هذه القروض لهذه الفئة. وأنا راح أرجع أقول لك الكهرباء غالية، هسه اليوم إذا أراد يفتح له أسواق يحتاج له 3 3/4 مجمدات. تمام. زين هذا قد تأكل كهرباء؟ هسه يعني خلينا نحكي على أبو المولد، سعر المولد تمام. الأمبير الواحد 15,000، زين هذا شلون يطلع رزقه؟ يعني بالامكان يعني هسه باقي الاسواق اللي نشوفها في مناطقنا والمناطق الشعبيه والمناطق البسيطه، احنا ما نقول فاتح الاسواق بمول ده يعمل لو ما ده يعمل ده يسدد فواتيره 24 ساعه يشكي. هذا العمل ستنا الفاضله، هذا العمل هذا الامكانيه اللي تستطيع الدوله توفرها للباحثين عن العمل. زين نعم، هسه احنا عندنا نسبه بطاله مخيفه. نعم، اليوم شنو رسالتك وتوجيهك للشباب حتى نحد من هذا الموضوع؟ شو ضمان اجتماعي وصار لهم؟ تمام. صار القطاع الخاص بنشاطات قد توازي تمام القطاع الحكومي، ليش اكو هذا التخوف؟ هسه حضرتك يعني اثناء حديثك تحدثتي او تطرقتي للموضوع، اذا اكو ضمان اجتماعي، اذا هسه حال الموظف زين انه راح يكون له راتب تقاعدي بعد فتره الخدمه مالته. كذلك صار قانون التقاعد الجديد بإمكان رب العمل هو يضمن نفسه، هاي كلها امتيازات إلى أصحاب العمل. إذن اتجاه إلى السوق، اتجاه إلى عندنا سوق غير منظم، هذه المشاريع وهذه القوانين تقوم بتنظيم سوق العمل الغير منظم. إذن متوفرة هذه الحالة والتسهيلات موجودة إن شاء الله على الشاب، ننصحه من خلال قناتكم إنه خلي يكون مبادر، خلي يكون ودلاحظ والله من عدد المتقدمين، احنا عدد المتقدمين بلغ عندنا لحد الان بحدود 30,000 تقدموا للغرض الشمول بالقرض وحيظهرون على شكل وجبات. احنا طلقنا لحد الان على هذا البرنامج الجديد 5 وجبات، وهاي الوجبة الخامسة انطلقت الان، وشهر الخامس بتسهيل من الله حتنطلق وجبة والمبالغ موجودة، واي مواطن يرغب بالشمول بالقرض ان شاء الله الامور متاحة وسهلة. اكو متلاعبين ياخذون القرض ويكنسل المشروع؟ اكو. شنو تعاملكم واجراءكم وياه؟ يعني نتخذ به الاجراءات القانونية، اكو هاي الحالات. برنامجنا الجديد نحاول نحد من هذا الموضوع الى اقصى حد، متابعاتنا المستمرة كذلك نحاول احنا نجمع بين احد المشاريع اللي يكون مثلا منتج واحد المشاريع مسوق، نسوي ربط بيناتهم من خلال جروبات، من خلال الدورات اللي يدخلون بها ناس تتعرف على ناس، فهذا الحاله اللي نحاول بها نحل هاي الاشكالات. بس مع ذلك اكو حالات تلاعب. يعني هسه واحد اخذ قرض 20 مليون نعم، ويوميه تيجي لجنه المتابعه عليه والمراقبه ويقول لك مشروعي فاشل، وبالتالي ال 20 مليون تتكنسل. تمام. شنو اجراءكم والقانون اللي تتخذوه؟ اجراءنا نطالبه باعاده كامل مبلغ القرض مع الغرامه. واذا ما رجعها؟ اكو كفيل للمقترض. اي هنا النقطه. تمام. من تقول له كفيل ما حد يكفل احد. العجب، هسه احنا عدد المقترضين عندنا بحدود 70,000 مقترض. زين. ولحد الان المقترضين ماشيين. بالمناسبة بالتقديم الإلكتروني المواطن قبل ما يقدم خلي صورة من كتاب الكفالة قبل التقديم، إذا موجودة الكفالات وموجودة الناس اللي دا تتقدم. إجراءات الكفالة صعبة نعم لو سهلة؟ مبسطة ليش جدا. ليش الناس تخاف؟ ليش نعم من تقول له لأي أحد يابا اكفلني؟ لا 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 ابعدني عن نتيجة هذا. نتيجة التلكؤ، هاي الحالة اللي حضرتك تحدثتي عنها قبل قليل، نعم عدد كبير من المقترضين صارت عندهم هاي الاشكالات، تلكأ اللي جئنا الى احنا حجز راتب الكفيل، بس مع ذلك احنا بسطنا الكفاله الى ابعد حد. تخيلي انه احنا قيمه راتب الكفيل للقرض اللي قيمته 20 مليون دينار عراقي هو 400,000 دينار عراقي، يعني ابسط موظف يعني راتبه حيكون اكثر من 400,000 دينار. اذا اضافه الى ذلك نقبل انه اذا كان راتبه 800,000 بالامكان يتكفل مقترضين عدد 2، نقبل كفاله المتقاعد، نقبل كفاله المتوظف، قوى الامن الداخلي، الجيش، الحشد الشعبي، المتقاعد من الضمان الاجتماعي،
ايضا تقبل كفالته، اذا وسعنا الكفاله الى ابعد حد ممكن. حتى افهم نقطه، اذا هسه الموظف راتبه 800 يستطيع كفاله شخصي؟ بالامكان يتكفل مقترضين قيمه قرضهم 20 مليون دينار عراقي. زين، ابرز الضغوط والتحديات اللي تواجهوها في عملكم شنو هي؟ والله هي التحديات اللي نلاحظها انه بعض اصحاب البنايات، لنفرض حضرتك جيت تاجرين بنايه، يتخوف من موضوع عقد الاجار. احنا نطالب بعقد ايجار، هذا هم متجاوزها. عندنا مجلس اداره يدير الصندوق طلب عقد الايجار مو الا مصدق يكون بين صاحب الملك والمؤجر وعليه شهود اثنين لتبسيط الاجراء. هذه احد التحديات اللي دا يلاقيها المواطن. خلي انقل لك راي الشارع وراي المواطن بصراحه. نعم. الاجارات مشتعله نار في العراق. نعم. هسه اي واحد يريد يفتح له مشروع يفاجئ بالاضافه للكهرباء والمي الاجار، وانت متفضل ذكرتني بهذه النقطة. تمام. ليش ما تضبطون إيقاع الأجارات في مشاريعكم؟ يعني موضوع الأجارات هو أعتقد مو من اختصاص وزارة العمل. من اختصاصكم. بس احنا بس انا اللي اقصده هسه. نعم. انتم كجهة مسؤولة تقدمون. نعم. للقضاء للجهات المعنية، يابا احنا دا تواجهنا هيك مشكلة، قدمتوا دراسة للجهات المعنية بتقليل الأجار؟ لا حقيقة لا. ليش؟ لانه قلت لك الموضوع بعيد عن اختصاصنا، يعني احنا اللي دا نتعاون به ويا المقترض. زي. اي جهه يحتاج منها اجازه ممارسه مهنه، اجازه صحيه، احنا نعد له كتاب، واستنادا للقانون على هذه الدوائر والمؤسسات التعاون مع المواطن وتسهيل اجراء منح الاجازه. رساله اخيره بثواني معدوده اليوم. نعم. اكو وكانما بعبع من القروض، ما حد يريد يوصل للقروض ولا حد يريد يروح للكفاله، متخوفين من عده. تمام. شنو رسالتك اللي توجهها للشباب العاطل عن العمل؟ نعم. رسالتنا انه القروض مشروع مهم وبامكان المواطن الحصول عليه في حالة كان جاد، أؤكد على هذا الموضوع، في حالة كان جاد بإنشاء مشروع احنا مستعدين نطوره ونأهله في المجال اللي يريد يعمل به. نعم. وفي التسويق وفي كل مجالات العمل احنا يعني مستعدين الى تأهيله وتطويره من خلال مراكزنا التدريبية ولجاننا الخاصة. اذا القرض متاح. نعم. فاللي يرغب بالشمول بالقرض يتفضل يمنى من خلال موقع الوزارة، يتقدم إن شاء الله يلاقي كل الأمور سهلة. كل التوفيق إن شاء الله. مدير صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل الأستاذ حسن عبد الجليل، حياك الله. رمضان كريم إن شاء الله عليكم وعلى العائلة، نسأل الله قبول صالح الأعمال والطاعات. شكرا الجميع جزيلا. إن شاء الله. شكرا الله جزيلا. قبل نروح وياكم للموجز الخبري نختم حصاد اليوم، خلونا نشوف أبرز الآراء المطروحة على منصة اكس حول السيول التي اجتاحت اقليم كردستان لا سيما محافظة اتوك. ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. الاتحاد الوطني الكردستاني يدعو إلى إقامة انتخابات برلمان إقليم كردستان دون تأخير.
المالية النيابية تقرر تشكيل لجنة للتحقيق بالتزوير خلال استقطاع مستحقات المواطنين دون علمهم. فريق الجهد الخدمي يعلن عن إنجاز 134 مشروعاً في بغداد والمحافظات. رئيس هيئة النزاهة يدعو إلى تضافر الجهود لإعادة أملاك الدولة المستحوذ عليها. وزارة الإعمار تعلن دخول محطات الأوزان في ديالى والنباعي ببغداد إلى الخدمة. شكرا جزيلا على كرم وحسن المتابعة، تصبحون على ألف خير.